ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، هذا الذي دعوته لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت ودعوت غير الله فإنك إذا من الظالمين. ده ظالم، والظلم يا جماعة دائما في مقابلة العدل، عشان كيف تلقى في القرآن الشرك معه الظلم، إن الشرك لظلم عظيم، وتلقى الشيء الكفر معه الظلم، والكافرون هم الظالمون كما في سورة البقرة والآية القبلية في سورة لقمان. تلقى الإيمان والتوحيد دائما معه العدل كما في سورة آل عمران، شهد الله أنه لا إله إلا هو، وده توحيد، لا إله إلا هو، والملائكة أي شهدوا بهذه الشهادة، وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والآية دي يا جماعة فيها رد على طائفتين من الناس، الطائفة الأولى من عامة الناس الذين يعترضون على دعوة التوحيد بأنه لا يوجد شرك، قال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو، لمن جاء في الملائكة قال والملائكة كلهم، لمن جاء في البشر قال وأولو العلم، ما قال والناس، لا في ناس كتار ما بيشهدوا الشهادة، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. الطائفة الثانية يا جماعة ناس من المتفلسفة ومن المثقفاتية، ولك نحن ناس متعلمين وانتوا ما عندكم شغلة بفقه الواقع ومشاكل الناس ما شغالين بها والواقع وكذا دارين انك تخش في السياسة، وتخش في السياسة تخش عوراء، يعني تخش تلوي أعناق النصوص لتوافق هواك أنت. الله سبحانه وتعالى وصف أهل العلم ديل الناس اللي بيوحدوا الله سبحانه وتعالى، وأولو العلم هم الذين شهدوا بهذه الشهادة، فكل من شهد بشهادة التوحيد فله علم، له علم، وكل من لم يشهد بهذه الشهادة فهو أجهل خلق الله وإن جمعت له أصناف المعلومات وليس بعالم عند الله سبحانه وتعالى. شكذي قال قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. فهذا هو أعظم ظلم، وهو ظلم الشرك بالله سبحانه وتعالى، الذي جرنا لهذا الكلام، أن الناس للأسف الشديد يطالبون بحقوقهم ولا يطالبون بحق الله سبحانه وتعالى، بل لا يهمهم أمر حق الله سبحانه وتعالى أبدا، لا يهمهم إلا من رحم الله منهم. ناس أسل ومروا نفرين برا الشارع لقوا زول طعن لزول، لما مات قدامه يمكن شهر يتكلم بها، لك والله طعن وشفته بعيني في الظلمة لما دمه ده مات عديل، لك ده زول طعن وعديل، مع انه لو مشى بالشارع الثاني سمع له مرة عترت قالت يا مكاشف القوم الحقنا يا كباش يا صايم ديما، ما بيتكلم بها دقيقة، أقول لك في شرك بيجاي. والشرك عند الله أعظم من شنو؟ من الكتم. لو ختفوا منه جنيهين بس، راكب عربات العربي وجاي بس في جنيهين مرقة كتم، يا لما فيه معلم بيجاي ختفى وجرى دي يمكن يهيج الحافلة دي شت، ختفى يا أخي أنا شفته ختفى، ويسكوا ناس يفتروا ذاته، لو ماكلين باسطة بـ20 يكملوها في الجنيهين، والله الذي لا إله غيره، حق الله مو جنيهين، حق الله يختفوه ويشيلوه ساي إذا صح التعبير، يشيلوه بيجاي وبيجاي وبيجاي ولا بهمه، يقول لك خليوني هذول، قبيل أنا قاعد، والله الذي لا إله غيره، فيهم درمان دي. مشيت هناك جنب الطرمبة محل بيكبوا زيوت وكذا وكذا، جاء واحد بتاع ركشة كبوا زيوت، واحد جنبه ده غضب، واحد فيهم غضب الثاني، سب له دين طوال دين والله الذي لا إله غيره. قلت له أنا داير أعرف الزول ده غضبك الدين ده ذنبه شنو؟ الدين ده أنت جاء غضبك ذنبه شنو؟
يعني يكفر بالله. هذا إذا ما ذاته بيجيب لنا الصف، وده مفروض يكون ما في ذاته، يعني بيسيب دين في زول غضبه بس هبش وهبش ولا ضربه ضربة ولا كذا.